هذا قلت كما قلت لك افتخار لنا، افتخار لكل الجزائريين وخاصة المناصرين اللي عاونوا قسنطينة بزاف بزاف، مرتين قسنطينة اللي عاونونا وجاو ناصروا المنتخب الوطني مشكورين. قلت لك قسنطينة كسبت رهان، وهذا الرهان الاحترافية تاعو بانت في لجنة التنظيم الوطنية ولجنة التنظيم الفرعية هنا في قسنطينة. قلتها وعاودتها باللي احنا رانا على اتم استعداد، يعني الدولة الجزائرية وفرت امكانيات كبيرة لإنجاح الدورة اللي ما قبل، والحمد لله الدورة هذه كانت راهي في نجاح تام على 100%. يعني الجزائر ماشي غير معود كبرى، احنا نستناو بإذن الله ولا كان ربي يعني وفقنا تكون لنا ان شاء الله الشرف، شرف لتنظيم بطولة افريقيا اللي 2025، ونزيدوا نبرهنوا لافريقيا كالقارة والعالم بأسره ان الجزائر بمنشأتها برجالها باحترافها قادرة تنظم اي مظاهرة دولية.